تعالوا بقى نروح لأول خبر عندنا. هو خبر في الحقيقة مفرح جدا. احنا في مصر بنقول من فات قديم وتاه، مهم قوي ان احنا نبقى عارفين تاريخنا بيقول ايه. تاريخ مصر اللي هو، وبأكد تاني على حضارة 7000 سنة، لا مصر حضارتها أكتر من 7000 سنة. ويا ريت نصحح بقى الجملة دي، لأن احنا عمالين نعيد الجملة دي معرفش ليه. احنا أكتر بكتير من 7000 سنة. هنقول بقى ايه القصة. في قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي، أشقائنا وحبايبنا في الإمارات، أعلنت عن تقديم مجموعة من سلسلة للأفلام الوثائقية عن قصص مصر القديمة وألغازها وآثارها القديمة. القناة اللي دعت كل مشاهديها عشان يتعرفوا على مصر ويعيدوا اكتشافها مرة تانية من خلال البرنامج. طبعا يعني فكرة جميلة جدا، وده خبر فعلا جميل وخبر مهم. يمكن احنا كلنا علاقتنا بالحضارات القديمة معظمنا انه درسها في كتب التاريخ في المدرسة. مش كل الناس كان عندها فرصة ان هي تروح تزور اماكن معينة او محافظات معينة او تشوف اماكن اثرية معينة لاسباب كتير. ممكن تكون الشغل اخدنا، حياتنا اليومية اخدتنا. كنا دايما بنستقبل التاريخ بتاعنا من القنوات الاجنبية الخالصة. دلوقتي احنا بنتكلم على ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي. تعالوا دلوقتي نروح مع بعض علشان نشوف الاعلان الترويجي الجميل ونرجع مرة تانية. شاهد مصر كما لم ترونها من قبل، من الجو، من الأرض، القديم والحديث. إعادة إحياء الماضي وبناء المستقبل. اكتشف تاريخها وثقافتها من منظور جديد، واشهد طبيعة وجمال هذه البلد التي أطلق عليها هيرودوت اسم هيبة النيل.